أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن ما تشهده مملكة البحرين من مبادرات استراتيجية يقودها القطاع الخاص في شتى المجالات يعد نتاجا للبيئة الاستثمارية الخصبة والتي تحظى بكافة أوجه الدعم والتشجيع على نحو يسهم في مواكبة أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ولفت معاليه إلى أن إقبال المستثمرين على توجيه رؤوس أموالهم نحو الاستثمار في قطاعي الفندقة والضيافة يبرهن على سلامة الأهداف والركائز التي بنيت عليها استراتيجية قطاع السياحة 2022-2026 لمملكة البحرين، وذلك عبر إنشاء المزيد من المشاريع النوعية المعززة للمنتج السياحي العائلي المتنوع والداعمة لمساعي إبراز المملكة كمركز سياحي عالمي، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي بوصفها إحدى أهم وأسرع القطاعات الاقتصادية غير النفطية نمواً. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله وبحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة قد تفضل بافتتاح فندق فريزر سويتس الكائن بمشروع الليوان في منطقة لهملة والتابعين لشركة عقارات السيف. وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله السيد عيسى نجيبي رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف والسيد أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف والسيدة ريبيكا هولاند فان لوك المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة فريزر للضيافة بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وبهذه المناسبة أشاد معاليه بمكونات مشروع الليوان باعتباره مشروع تطوير عقاري متكامل ومتعدد الاستخدامات ويقع ضمن نطاق بيئي وحضري متوازن ومتناغم ويلبي ويجمع في مكان واحد الاحتياجات السكنية والتجارية والترفيهية والخدمية لمرتديه من الأفراد والأسر وقاطني المنطقة، فضلا عما يوفره من فرص للعمل والاستثمار للمواطنين وما لذلك من أثر إيجابي على تعزيز النمو الاقتصادي، معربا عن أمنياته للقائمين على هذا المشروع بمزيد من التوفيق والنجاح. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف عن خالص شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بافتتاح الفندق وتفقد مشروع الليوان ولدعمه لشركة عقارات السيف منذ تأسيسها. نحو بيئة عصرية وحديثة، سمات وأهداف تأسس عليها مشروع مجمع الليوان ليكون هو المشروع الذي يؤكد على ما تمتلكه مملكة البحرين من تاريخ معماري عريق وامتداداً لما حققته البحرين من خطوات رائدة على الصعيد السياحي، فمن مساحات خضراء ومطاعم ومقاهي ومحال إلى فندق فريزر سويتس الذي تم افتتاحه في مجمع الليوان ليحمل تصميماً يلبي متطلبات واهتمامات جميع الفئات العمرية وليعد أحد روافد دعم الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع رؤى وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
طبعا احنا اليوم متواجدين في الليوان في فريزر سويت تحديدا، ويعتبر هذا الفندق من الفنادق الرائدة اللي يوفر تجربة مميزة للسياحة العائلية. احنا اليوم نشوف ان السياحة العائلية تحديدا هي من الاهم الركائز اللي احنا نركز عليها في وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض لجذب السوق الاقليمي تحديدا من دول مجلس التعاون. اليوم في هذا اليوم احنا نفتتح فريزر سويت ونرى انه فعلا راح يكون اضافه نوعيه لزوارنا ليس فقط في دول مجلس التعاون ولكن ايضا في الاسواق الدوليه. تشكل أجنحة فريزر سويتس الليوان جزءاً من مجمع الليوان متعدد الاستخدامات التابع لشركة عقارات السيف، التي تعكس مدى التزامها التام بتبني أرقى المشاريع لدعم الحركة السياحية والاقتصادية. احنا سعيدين اليوم في افتتاح الفندق، هذا يعتبر جزء مكمل لمشروع الليوان اللي يميز فيه أول شيء الموقع مهم للساكن اللي بيستخدم في الفندق، ينزل يدخل في المجمع نفسه، والمجمع مفتوح وفي المجمع في خدمات للأطفال، الأطفال اللي يزورون مع عوائلهم، فحتى حق الكبار سينمات مطاعم، حتى حق الرياضة محل فيه حق النساء وفي حق الرجال. مجمع الليوان هو صورة التي تجسد أهمية القطاع السياحي بجميع أطرافه، وتعبير على أن منطقة الهملة في المحافظة الشمالية تقف على أعتاب نهضة عقارية هي الأولى من نوعها في تعدد استخداماتها وتنوع مرافقها وتصميمها المعماري الفريد مع الليوان، المشروع المتكامل بعناصره السكنية والترفيهية والتجارية والسياحية، والذي سيكون وجهة تفضيلية واعدة للباحثين عن الاستجمام والترفيه. مشروع الليوان هو المساحة المتكاملة التي تتجاوز المعايير التقليدية للتسوق والترفيه من خلال دمج مختلف مقومات النمط الحديث لتعزيز الواجهة الحضارية والتنمية العمرانية لمملكة البحرين. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.